انا لسه جوه الملف الاداري، وخليني اسال حضرتك على الاتحاد المصري لكره القدم. ليه بتحب تبقى موجود جوه الاتحاد؟ انا بحب الكوره. بص يا ابراهيم، انا اسف اللي هقوله، يعني اتفضل. يعني قبل ما نظهر كان الاعلام الرياضي هو عباره عن عليه رحمه الله كابتن فايز الزمر، بيطلع نص ساعه في الاسبوع، الكوره في اسبوع تقريبا، بيقول النتائج وبيجيب ضيفين وبتخلص الحكايه. انا لما جيت عندي افكار وعندي طموحات عايز اشتغل، يعني عايز اعمل حاجه كويسه، يعني فحسيت ان انا عملت حاجه كويسه، حسيت ان انا ربنا اكرمني، حققت طموح، نفذت افكاري، الشباب اللي انا بجري وراهم، المجموعات اللي انت عايزها تبقى موجوده على الشاشه. على فكره لما مثلا بقول مراسلين، في البعض بيزعل، انا بفخر ان انا قعدت سنتين ونص مراسل في اوربت، ودكتني صحيح وعلمتني وفهمتني، وانت تفخر ان انت كنت مراسل. ده هي ده الاساس يا كابتن، اللي ما اشتغلهاش من تحت ما اشتغلش، طبعا وجودك ما فهمهاش. احنا وجودك كميداني في الاستاد دلوقتي تبقى قاعد في الاستوديو وعارف بتقدر مجهودات الناس كلها. انا كنت بنط من فوق السور عشان اخش اعمل شغلي، وتلاقي مدرب يمنعك ومدير كره يمنعك ولاعيب يتخانق معاك وهكذا. فخدتها بنجاح شديد جدا، فما كانش فيه الشغلانه دي. فمش ما كانش فيه، كانت موجوده طبعا، كلهم افاضل، بس ما كانتش بالشكل ده. تقصد بالتطوير بتاعها، بالتطوير بتاعها بالشكل اللي بقى. وكان حد يصدق ان مثلا في برنامج رياضه يبقى كل يوم؟ احنا لما جينا نعمل الناس استغربت يعني كل يوم في دريم الناس اتخضت. يعني حتى صاحب المدير عندنا كاستاذ اسامه عز الدين، ربنا يمسيه بكل خير، دكتور احمد باجت، ربنا يديله الصحه، اتخض وقال له طب ازاي كل يوم يعني؟ فقلت لهم خلاص انتوا احرار. بعد كده هم اللي بقوا يتحايلوا يعني. فده اختراع انت عملته، مش اختراع او تطوير زي ما انت قلت انت عملته. انا ما اشتغلتش مدرب، يعني الطبيعي كانت الناس مستنيني ابقى مدرب حراس مرمى، ابقى مدرب، ابقى مدير كوره، مش سكتي، مجالي الاداره. ففي الاعلام انت ادرت منظومه بشكل كويس. هذه الاداره حققت نجاحات زي ما حضرتك شايف من فضل الله سبحانه وتعالى. انا يعني انا اسف في اللفظ، انا موهوب في موضوع الاداره، يعني انا بحبه موضوع الاداره ده. انا مرتب منظم، لسه كان حد بيكلمني جمال عمية قبل ما ادخل معاك دلوقتي، انا هاند ميد، انا بشتغل بايدي، صنايعي زي ما بيقولوا يعني. وعارف لو سالتني نادي فين بيعمل ايه، رئيسه ايه، عمل ايه، خلى، اقول لك دلوقتي حالا القصه شكلها ايه. فدي شغلتي، بحبها، ما باخدش منها فلوس. المكان اللي بتكسب منه هو الاعلام، المكان اللي هو هوايتي بجد، هوايتي للهوايه، هوايتي للمنظومه، هوايتي للاداره، هوايتي للنجاح، هو كره القدم. واللي انا قلته لك وهقوله لك وهقوله للناس كلها، انه في يوم من الايام لا خلطت ولا مزجت ولا ولا ولا، ولما كنت بجيب كمان ميه بجيبها وهجيبها، يعني وانا في الاتحاد وانا بره الاتحاد، ما هو سياستي ما اتغيرتش. لما كنت بناقش مشاكل بناقشها وهناقشها، هتكلم في الجزئيه دي، هتكلم براحتك. لكنه اللي عايز اقوله انه انا موهبتي في المجال ده، في الحته دي. يعني انا ازعم مثلا ان انا لما مسكت مدير للمنتخب الاولمبي، عندك وقت؟ عندي وقت. المنتخب الاولمبي كلمني كابتن سمير زاهر الله يرحمه، انت فين؟ انا في كذا. قال لي تعالى لي الاتحاد، رحت الاتحاد. فقال لي انا عايزك تمسك مدير المنتخب الاولمبي. كان المنتخب الاولمبي بقى ساعتها خسران من اريتريا في دوره الالعاب الافريقيه. بمين بقى؟ بايمن عبد العزيز، بعبد الواحد السيد، بعبد المنصف، بطارق السيد، بطارق السعيد، بابراهيم سعيد، بمحمد فاروق، باسماء ما انزل الله بها من سلطان يعني. فقلت له ليه طلب وحيد؟ قال لي نعم. قلت له شكل جهاز معاون، لانه كان في راجل اسمه هيلد الماني كانوا متدبسين فيه. قلت له شكل جهاز معاون واشرف عليه. ها؟ واشرف على المنتخب. لا انا مشرف على المنتخب، ومحدش يتدخل في شغلي. انا الامبراطور بتاع هذا المنتخب يعني. لما مسكت المنتخب ده كان عندنا، كانت في مباراه تمهيديه عشان تخش المجموعه، كانت مع مالي اللي هي كانت ثالث العالم. انا عملت ايقافات واستبعادات لنص لعيبه المنتخب، اكبر اسم ممكن تشوفه. مش منظره، لانه كان لازم تحط ضبط وربط واحترام وانتظام وانضباط. من هنا بقى جت من هنا نجحت فيها بقى. كسبنا مالي، تعادلنا هناك 1-1 وكسبناهم هنا 3، كسبنا تونس في تونس 3، كسبناهم هنا 2، تعادلنا مع سهل العراق هناك 3-3 وكسبناهم هنا 3-1، خسرنا من المغرب باخطاء تحكيميه في، بس فعلا بدأت بقى أحط رجلي. وبعدين مسكت التسويق الرياضي في الاتحاد، اخترعنا قصة البث الفضائي،
اخترعنا قصه الحقوق، اخترعنا قصه ده في وقت دريم برافو عليك. وحتى لما جينا نبيع لدريم قال لك بيبيع لدريم ليه؟ ب3 مليون ساعتها، ب3 مليون دريم خدت 3 مليون واوربت انا كنت في اوربت خدت ب 3 مليون ودخلت الاي ار تي ب 3 مليون 9 مليون جنيه. ده كان مبلغ، ده كان رقم فلكي مش طبيعي ساعتها. فده شغلي يعني. دي حتتي اللي انا بحبها، يعني بحس ان ربنا سبحانه وتعالى اداني الملكه فيها.